لازلنا معكم أعزائي المشاهدين من إحدى فقرات برنامج الأستاذ، مشرفينا ومنورينا النهاردة فريق شبابي جميل بيتكلم عن البطالة، بيسوق ل يعني حاجات حلوة كده هنشوفها مع أستاذ عبد المنعم مختار مؤسس فريق NGCS. أهلا وسهلا يا أهلا بحضرتك. ومعنا مشرفنا كمان ومنورنا بلال أحمد المنسق الإداري للفريق. أهلا بيك أهلا بلال، بيك. يعني عرفنا بنفسك أكتر كده وبنشاطك، اتفضل. أنا عبد المنعم مختار، طالب في كلية تجارة جامعة الأزهر. نشاطنا NGCS هي اختصار لـ National Group Faculty of Commerce Student. من الاسم هيبان إن إحنا تبع لكلية تجارة بس، لكن إحنا مش تبع لكلية تجارة بس، إحنا لكل الكليات على مستوى الجامعات، على مستوى حاليا على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، القاهرة القاهرة والجيزة والقليوبية. تمام. احنا نشاطنا يعني NGCS ليه اصلا اتوجد دلوقتي؟ في نسبة بطالة وفي شركات عندها نقص عمالة، فحبينا نجيب الشباب اللي ما بيشتغلش ونوظفهم في الشركات اللي عندها نقص عمالة، فاترفضوا. فلما جينا نسأل ان هم اترفضوا عن ايه تمام. اساسا، عن ايه، فاتقال ان هم ما عندهمش السكيلز الكافيه ان هي تاهلهم ان هم يشتغلوا ما عندهمش معاهم. مهارات كافية. تمام كده. البداية كانت ازاي يعني ومنين يعني؟ البدايه كانت ازاي؟ احنا NGCS بتتقسم لثلاث محاور. اول محور عندنا المحور ان احنا هنوظف السكيلز المطلوبه في الشركات ديت على هيئه كورسات. طيب دلوقتي مثلا زي الانجليزي، الاي سي دي ال، اي بقى سكيلز مطلوبه في سوق العمل حاليا بنوظفها في اي كورسز وفي اماكن معتمده. مش احنا اللي هندي كورسز، لا، في اماكن معتمده. الانجليزي مخصص للمكان المعتمد في الانجليزي، وبسعر يكاد يكون ب 50%، اقل من 50%، عشان مؤسسه شبابيه وبتدعم الشباب وكده. قول لي بلال بقى، يعني الاهداف بتاعت الفريق بما انك منسق الاداري. اهداف الفريق، اولا هو في اي شركات دلوقتي، الشركات عموما بتبقى طالبه نسبه عماله بطريقه كبيره، وفي نسبه بطاله بنسبه عاليه برضو، فمفيش توافق. حتى لو انت معاك شهاده تقدر ان هي مثلا في المجال بتاعك، تقدر مثلا توظف في مجال معين، هتروح تقدم هتترفض لانك انت ما معاكش السكيلز الكافيه ان هي انك انت تبقى في المكان ده. تمام. فلازم انك انت ترجع تاخد كورسات وتاهل نفسك وتواكب مع سوق العمل وتطور من نفسك، عشان تقدر انك انت لما تيجي تقدم تاني تتقبل في اي شغلانه انت هتخش فيها. تمام. فاحنا هدفنا ان احنا نسد الفجوه الموجوده بين مجال التعليم ومجال العمل، الفجوه دي اللي هي البطاله. فهنبدا ان احنا ناهل الشباب بالكورسز اللي هو محتاجه ان هو يقدر يخش في اي شغلانه اللي هو محتاجها، يبقى تمام بيرفكت فيها. تمام. بعد كده بناهل الشباب ان هي تبقى بيطور من نفسه، يواكب سوق العمل، يقدر ان هو سوق العمل زي ما بيتغير فيه تحديث كل فتره، فهو يقدر ان هو يحدث من نفسه. تمام. بالعكس برضه ان هو يقدر ان هو يحدث من السوق، يحط نظام جديد للسوق ويبدا ان هو كمان يحدث في السوق، بدل ما هو كان مش قادر ان هو يواكب سوق او مثلا يتوظف في اي شغلانه. سياسه الفريق يا عبده كانت ازاي وكونته ازاي؟ سياسه الفريق التيم متكون من تيم ليدر، الفاوندر، المنسق الاداري بلال، والمنسق الاعلامي ادهم محمد. تمام. بنتقسم لست لجان: لجنه البي ار، لجنه الاتش ار. عايزك يعني تقول التقسيم وتقول لي الوظائف بالظبط تحديدا يعني. لجنه البي ار، لجنه البي ار العلاقات العامه. مثلا هيكون في ايفنتس لينا، هم اي مؤسسه بره خارجيه لينا تعاون معاها، فبيكونوا هم الجهه بتاعتنا اللي بتتواصل معاهم. ده البي ار. الاتش ار، لجنه الاتش ار دي تاني لجنه معانا، هي اللي بتقيم الفريق جوه، وعلى اساسه الناس تقدر تنضم معانا للفريق من خلال لجنه الاتش ار. ثالث لجنه معانا برضو لجنه الماركتنج، هي اللي بتسوق لينا كمؤسسه ككل، لجنه الماركتنج. رابع لجنه لجنه الميديا، المسؤوله عن كل ما يخص الميديا، الفوتوشوب والتسويق الاعلامي. بالظبط. من ضمن اللجان برضو لجنه اللوجيستيك، تنظيم الفعاليات اللي احنا بنعملها في اللي هنعملها ان شاء الله في الجامعات والايفنتات. برضو لجنه الاكاديميك بتاعت الكورسات وورش العمل.
طيب قول يا بلال بقى، يعني انتوا بعيدا عن السياسه كونتوا بعض ازاي؟ اتعرفتوا بعض من امتى بالظبط؟ هو احنا اساسا مع بعض من صغرنا، يعني من ابتدائي يعتبر، واحنا مع بعض في مرحله الابتدائيه كلها والاعداديه. فرقنا شويه عن بعض في الثانوي، بس جامعتنا كليه واحده، كليه تجاره، جامعه الازهر. وابتدينا ان احنا عايزين مثلا ان احنا عايزين نطور من نفسنا، ان انا مثلا عايز اجي اتخرج اشتغل على طول، ما استناش ان انا مثلا اقعد سنه ولا سنتين ادرب نفسي واروح هنا واروح هنا وكورسات والكلام ده، لا، ما انا اشتغل من دلوقتي على نفسي مع الدراسه. فاضطرينا ان احنا نبحث عن تيم مثلا شباب ننضم ليه، فما تلاقيناش، فقلنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. فابتدينا على الفكره واشتغلنا عليها شويه، بعد كده كانت شغاله على كليه التجاره بس، بعد كده حولناها. طبعا انك انت بتغير البلان بتاعتك كل فتره، انك انت تقدر تواكب سوق، او تقدر انك انت تدي خدمه مفيده الناس تقدر تشتغل بيها. ما تديش حاجه قديمه تيجي مثلا تديها لحد هيقدر ان هو يشتغل بيها، مش هيقدر يكمل بيها، مش هيقدر يعمل بيها حاجه. طيب نيجي لسؤال مهم جدا، وهل الفريق بتاعكم ده قائم على جهود ذاتيه ولا في سبونسر؟ لا، هو قائم كل حاجه على الجهود الذاتيه، مفيش سبونسر لينا ولا اي حاجه. يعني انتوا كونتوا نفسكم بنفسكم، اسستوا نفسكم من البدايه، وعملتوا المبادره الجميله للتنشيط لسوق العمل والبطاله. تمام، صح كده؟ طيب شايفين نفسكم فين عبد الله الفترات اللي جايه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله الفتره الجايه يعني احنا زي ما قلت لحضرتك حاليا بنفس النص، ان احنا ما كناش نتوقع ان احنا نوصل للمرحلة اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، ان احنا التارجت دي الفكرة كانت بدائية جدا زي ما بلال كان بيتكلم، فكرة بدائية جدا جدا. فدلوقتي لا، الفكرة بدأت تتطور معانا، خاصة لما احنا بدأنا نطور نفسنا وبدأنا نسعى على الفكرة بجد. تمام. بدأت الفكرة تتطور معانا، فالجاي يعني هتكون حاجة عالية جدا بإذن الله. طيب عايز اتكلم عن يعني اولياء الامور معاكم، الدعم المعنوي الفكري التشجيع كان ازاي معاكم انتوا الاثنين تحديدا؟ طبيعي انك انت عشان تقدر تنظم نفسك ما بين مثلا نشاطك وما بين انك انت تبقى بيرفكت برضو في الدراسه، فده بيحتاج جهد كبير. فهو الولي الامر عموما بيحتاج انك انت، لا هو شايف الاصلح انك انت في الدراسه تبقى بيرفكت، ان هو تقدر انك انت تشتغل على نفسك وتطلع بتقدير، بس برضه حتى في الاخر برضه هبقى محتاج ان انا اشتغل على نفسي شويه. فبيبقى في ده. بابا بقى كان شايف ولي الامر تحديدا؟ لا، هو واقف معانا وكل حاجه، يعني الفكره متقبله بطريقه حلوه. يعني ما جاش مثلا عرضكم في مره او قال لكم يا جماعه انتوا بتحملوا على نفسكم زياده عن اللزوم، خلي معاكم سبونسر، خلي معاكم حاجه كده؟ لا لا، هو يعني او انا عشان استنى مثلا عشان اعمل حاجه فانا هكسل نفسي. لا، فاحنا نشتغل، نقدر ان احنا نشتغل، فشايف اي حاجه انا هقدر اعملها اقدمها للتيم بتاعي مثلا، وهقدر ان انا امشي بيه خطوه لقدام بعملها. مش هستنى مثلا ان انا مثلا استنى حاجه من حد، او مثلا اتقل شويه اضيع نفسي استنى، لا مش هضيع نفسي، لا اشتغل وهي هتيجي يعني مع مش مع منتظر انت مجهودات من حد او دعم من حد، انت شايف نفسك ان انت تقدر تكمل وتحاول هو نقدر ان احنا نبني نفسنا برضو، بس برضو في قدام برضو لا هنحتاج، بس انت عشان تبني نفسك وتظهر نفسك برضو لازم انك انت تشتغل. الاصرار والعزيمه انت شايفها بالزبط. طيب بالنسبه لعبده ايه الدنيا في الاول خالص؟ يعني اول ما جات لي الفكره من البدايه نهائي كان في شويه ان هو انت هتاخد بقى الفكره والفكره تشغلك عن تقديراتك في الجامعه وكل ما هذا القبيل. بس حاليا في الاوبننج بتاعنا، يعني الاوبننج بتاعنا زي ما بلال كان قايل ان احنا السبونسر بتاع نفسنا، احنا بنشتغل على نفسنا بنفسنا، كل مثلا حكايه الماديات كلها احنا اللي جايبينها معانا. فوالدتي يعني هي اللي مدياني فلوس عشان نعمل في السبونسر، ففين جنبنا جامد جدا جدا. يعني الدعم، الدعم المادي والمعنوي كان من اولياء الامور ذات نفسهم. الاثنين كانوا معانا. دي حاجه جميله جدا. طيب يعني ادونا نصيحه كده للشباب اللي هو شايف نفسه يتخرج من الكليه ويجي يقعد على القهوه ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويكبر دماغه ويقول لك انا مش شغال، انا ما فيش فرص عمل، الكلام ده كله، انت شايف ان هو يقدر يعمل ايه او بتشجعه ازاي؟ لا، هو يقدر يعمل كتير كتير جدا. اهم حاجه ما زرع الله في شخص رابط الوصول لامر الا يعلم انه سيصل اليه. لازم تحط حاجه قصاد عينك وتقدر تنميها، يعني انت تخليه قصاد عينك، تعرف كاريرك، تعرف شغفك الاول، حط لنفسك هدف وابدا اشتغل عليه. بس الهدف دوت ما يكونش هدف وهمي. كلنا مثلا نشوف لاعب كوره ناجح ومشهور، احنا كلنا عايزين نطلع لاعب كوره، كلنا عايزين نبقى محمد صلاح، ممثل مشهور، كلنا عايزين نطلع ممثلين. طب انت ما وراء الستار بقى؟ عارف هو بيعمل ايه؟ عارف هو ازاي لعب؟ عارف هو ازاي وصل للمرحله ديت؟
فما تحطش لنفسك هدف وهمي وتقول انا هوصل للكلام دوت، لا يعني الهدف بتاعك يكون مناسب للكارير بتاعتك. اعرف كاريرك الاول برضو، ابدأ اشتغل على نفسك كويس جدا جدا، اشتغل وما تبصش على النتائج، خلي النتائج ديت في الاخر، لان ربنا مش هيضيع طعب حد، استحالة ربنا يضيع طعب حد. خلي كل طموحك ان انت لو ما بقتش الاول تبقى احسنهم. برضو ان الشباب حتة ان هي تواجه سوق العمل وتواجبه، لازم تبدأ تشتغل على نفسها من كورسز والمجالات بتاعتها، ينمي مهاراته وياخد كورسات والكلام ده اللي انت قلته لنا عليه. بلال طيب ادينا حاجة كده أخيرة هو أي حد برضو يعني معاه فكرة يشتغل عليها، ما يوقفش مثلا يكسل نفسه، لا هو يبدأ يشتغل حتى عشان مثلا لما حد يسأله انت مين مثلا او عملت ايه، لا انا اشتغلت شويه في حاجه زي كده مثلا وبنيت نفسي شويه فيها وماشي اهو فيها، يقدر يشوف انك انت فعلا شغال قدام عينه. مثلا لو هو يبقى مثلا يعني وليكن هيبقى سبونسر ليك فيما بعد، ماشي، هيقدر ان هو مثلا يشتغل شايف انك انت بتشتغل وفي نتيجه منك، تمام. برضه هتقدر انك انت بعد كده هتتعلم حاجات كتير، طول ما انت ماشي في طريقك هتلاقي هتقع هنا وهتقع هنا، هتلاقي نفسك بتقوي نفسك بنفسك برضه وماشي، تمام. برضه هيقدر يشتغل على نفسه كتير، يعني ما يسيبش نفسه احباطه والكلام ده كله، لا يشتغل في اي حاجه قدامه يشبط فيها ويشتغل معاها يأهل نفسه فيها، لو حتى هيقعد ان هو مثلا هيقعد في ايفنت ولا اي حاجه يطلع بمعلومه صغيره قد كده مش مشكله. عبتو انا عايز تقول لي امنيتك ايه ان شاء الله في المستقبل بالنسبه للفريق وبالنسبه ليك انت عموما كشخصك؟ يعني امنيتي للفريق ان احنا نكون موجودين في الوطن العربي كله كفريق دولي كله. طبعا بمساعدة التيم الكل معايا، تيم عظيم، سواء أدهم المنسق الإعلامي معانا أو محمد أحمد، محمد جبريل، يوسف رجب، أحمد أشرف، أسماء كتير جدا، وناس كتير بره التيم بتساعدنا برضو، نقدر نوصل للمرحلة ديت. أمنيتي بالنسبة لنفسي إن أول حاجة طبعا رضا أبويا وأمي عليا، بعد كده في ريادة الأعمال بقى إن شاء الله. انا سعيد بكم جدا، عبد المنعم مختار سوري وبلال احمد، بشكركم شكرا جزيلا. على امل اللقاء اعزائي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.